الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معالي الوزير اللواء أركان حرب عادل غضبان محافظ بورسعيد، السيد الفاضل الأستاذ الدكتور محمد مختار وزير الأوقاف لجمهورية مصر العربية، معالي الوزراء السعادة أصحاب السعادة والمشايخ الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويطيب لي أن أكون بينكم في هذا العرس القرآني الدولي المبارك برعاية كريمة من دولة رئيس الوزراء معالي الدكتور مصطفى مدبولي، وبدعوة كريمة من معالي اللواء أركان حرب الوزير عادل غضبان محافظ بورسعيد، كما أحمل لكم تحيات الشعب الكويتي المحب لمصر الكنانة ولأهلها الطيبين، سائلاً لله عز وجل التوفيق والسداد للجميع. الحضور الكريم، إنه من جميل قدر الله سبحانه وتعالى وفضله وتوفيقه أن يكون هذا العرس القرآني على أرض مصر الكنانة، على أرض بورسعيد الباسلة، وهي المدينة الغالية على قلوب الأمتين العربية والإسلامية، أرض البواسل، أرض الفداء والتضحية التي لم ترضى بالهوان يوما ولا بالاستعمار ساعة، فهي التي حاربت وشعبها لتكون بلدا حرا أبيا. بورسعيد الباسلة التي قامت بإجلاء ورحيل آخر جندي عن المدينة الباسلة بعدما ألحقت بالعدوان الثلاثي أشد الخسائر البشرية والمادية، ومن يومها أصبحت بورسعيد المدينة القوية بشعبها وقيادتها، بل أصبحت مدينة تقام فيها أرقى وأغلى المؤتمرات الشعبية والدولية والدينية. واجتماعنا اليوم في هذا المهرجان وهذا العرس الدولي القرآني لخير دليل على عظمة هذه المدينة الباسلة. الحضور الكريم، لقد ميز الله تعالى القرآن الكريم عن الكتب السماوية السابقة وحفظه ليكون له شأن عظيم في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة، فهو هدى للمتقين وشفاء ورحمة للمؤمنين، وهو وثيقة النبوة الخاتمة ولسان الدين الحنيف، به نهتدي وإليه نحتكم وبأوامره ونواهيه نعمل. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي للحق المبين. ولذلك يتسابق اليوم الأفراد والجماعات والدول من أمة الإسلام إلى نيل هذا الشرف العظيم لإقامة المسابقات الدولية لحفظ كتابه وتدبره وتلاوته. وتعد اليوم الحضور الكريم مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني في دورتها السابعة من المسابقات العالمية الرائدة، والتي يشار لها بالبنان من بين المسابقات الدولية للقرآن الكريم، فأصبح عدد الدول المشاركة 50 دولة وعدد المتسابقون 62 متسابقا. وبهذا استطاعت مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن أن تحقق تواجدا دولي، والممثل لجائزة بورسعيد للقرآن فاز بمركز أول الأوائل في حفظ القرآن الكريم من شهرين سابقين في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم في دولة قطر. وآخر حصل على المركز الأول على مستوى العالم في فرع التلاوة القرآن في مسابقة دولة تنزانيا، وهذا دليل على اهتمام وعناية القائمين على هذه المسابقة بكتاب الله وبحفظته اهتماما بالغا. الحضور الكريم، لا أخفي عليكم سرا بأن مسابقة بورسعيد اليوم أصبح لها مكانا مهما في المجلس التنسيقي، فقام المجلس بتعيين عضو المجلس التنسيقي رئيسا للجنة الإعلامية في المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية. إن مسابقة بورسعيد لحفظ القرآن الكريم أصبحت اليوم معلما حضاريا وإنجازا عالميا وثقافيا مشهودا لمصر الكنانة وبورسعيد الباسلة،
وإن الجهود المبذولة لإنجاح هذه الجائزة وتنظيمها على هذا الوجه الذي جعل هذا الحضور الكريم يأتي من كل فج عميق للمشاركة في هذه المسابقة الكبيرة، ليؤكد هذا دور مصر الريادي في رعاية الأنشطة المرتبطة بالقرآن حفظاً وتجويداً وترتيلاً وتفسيراً. في الختام، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أعضاء المجلس التنسيقي للمسابقات الدولية والذي شرفت برئاسته تكليفاً لا تشريفاً، أتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير إلى معالي الوزير لواء أركان حرب عادل غضبان محافظ بورسعيد، ومعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دعوتهم الكريمة، وأهنئهم بنجاح هذه الجائزة العظيمة وعلى حسن الترتيب والتنظيم وحسن الاستقبال وكرم الضيافة. والشكر موصول للقائمين على تنظيم هذه المسابقة من أعضاء لجنة تحكيم ولجان التنظيم واللجان الفرعية، كما أوجه كلمة شكر وأيضا توصية لإخواني المتسابقين في هذه الجائزة المباركة، وأقول لهم: أنتم سفراء أوطانكم، حملتم كتاب الله في صدوركم وجئتم تتنافسون اليوم في الحفظ والتلاوة، ما أروعكم وما أجملكم وما أسعدكم في الدنيا والآخرة، ولوالديكم بتاج الوقار يوم القيامة، أمثالكم تفخر وتعتز بهم الأمم، فاحرصوا على تلاوة القرآن الكريم ومراجعة حفظكم بتدبر وإتقان قولا وعملا. وأسأل الله تعالى لكم السداد والتوفيق، سدد الله خطاكم وبارك لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. والسلام عليكم ورحمة الله.